السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناة عرب قلنا لينكس، معكم عبد المجيب وبنتكلم عن الريجكس اليوم. الريجكس ممكن تستخدمه للفلترة، ممكن تستخدمه للإنشاء، ممكن تستخدم طبعا الريجكس اختصار كلمة regular expression اوكي طبعا اكتب بعنوان الدرس regular expression اوكي. الريجلر اكسبريشن عبارة عن شيء موجود باليونكس كوماند اوكي ولينكس بعد زين، بحيث انك تقدر تستخدمه للفلترة وتستخدمه ايضا للإنشاء السلاسل، فممكن تفلتر سلاسل نصية وممكن تنشئ سلاسل نصية. طيب خلونا الحين نركز على حاجه، اعطاني شاهي فطنت الحاجه. بدروس اللي راحت كل ما يجي كلمه شاي اقول لكم في كلمه شاي جايه من لغه معينه. اليوم ما عندي كلمه جديده بس بقول لكم كلمه شاي نفسها موجوده بالهندي بالعربي بالفارسي بالتركي بالغاري بسلوفينيا، ايش بعد في يعني لغات كثيره حسب الناس اللي اختلطوا باللغه العربيه وهم كثير. طيب اليوم مش بسوي بالضبط، راح استخدم اللي هو الريجكس. اول شيء خلونا نصلح ماك دايركتوري، نسميه مثلا ريج اكس زين سي دي ريجكس، خلنا نلعب هنا على راحتنا. طيب طيب راح نجي نكبر الخط شوي عشان بس تركزوا معي. اوكي اللي بنسوي بالضبط راح نستخدم اداه جريب اليوم، لكن مو بجريب عادي، اليوم راح نستخدم اللي هن زي بتقول ريجكس معهن اوكي، اللي هو ريجكس اكسبريشن اوكي ريجولر اكسبريشن. ايش الفائده من الفائده؟ اني اقدر ابحث واقدر امدد واقدر انشئ سلاسل نصيه على راحتي، بحيث انه انا اقدر كسيستم ادمن بعدين ابحث بملفات الكونفيج مثلا بسهوله. فلو حبيت تسوي مثلا كونفيجريشن البرنامج معين، تعرفين لينكس كله عباره عن ملفات نصيه، فبدل ما انك تقعد تبحث بسطر سطر ممكن تستخدم جريب وتلقى السطر بشكل مباشر. طيب خلونا ناخذ فكره. اول شيء نانو مثلا تكست، هذا راح اسوي ملف ملف راح نسوي فيه كلمات معينة. الكلمات هذه راح نكتب فيها، ترى مجرد انك تكتب كلمات، ليش؟ لانه انا حاب ابحث خلال هذا الملف، فبننشئ الملف هذا مع بعض. خلنا نبدأ بالانجليزي طبعا. ابل مثلا باتل اوكي كات اي بي سي دي دور ايت اف فلاج مثلا اوكي. طيب لو سويت كات تكست الحين بعطيك اللي هو النصوص اللي احنا عطيناها قبل شوي. خلنا نستخدم الجريب الحين، نستخدم معه الريجكس نشوف ايش يصير. طيب طبعا ممكن تكتب كات تكست وبعدين تستخدم بايب تكتب جريب اي، راح يجيب لك كل الكلمات اللي فيها حرف الاي. لاحظ انه في كلمه ناقصه هنا اللي هي كلمه دور. دور طلعت هنا ولكن ما طلعت هنا، ليش؟ لان كلمه دور ما فيها حرف اي. جيد اوكي جميل جدا. طيب طبعا هو ما تستخدم كات، تستخدم جريب بشكل مباشر، فانت تستخدم جريب اي تكست فراح يعطيك نفس النتيجه اللي قبل شوي، ما ادري استخدم البايب اوكي لان جريب يبحث بشكل مباشر. طيب لاحظ ان لو جينا غيرنا مثلا الاي حطينا مثلا او، الكلمه الوحيده اللي عندنا فيها حرف او هي كلمه دور اوكي، فجابنا كلمه دور. طيب جميل جميل اوكي، هذه طريقه البحث زين بدائيا انت تقدر تبحث بالشكل التالي. طبعا تقدر تبحث عن كلمه بالمناسبه، ممكن تكتب كات اجيب لك كات زين زين. هذه هي الطريقه البدائيه للبحث. انت ممكن تستخدم طريقه ثانيه انه جريب مثلا ابغى الكلمات اللي تبدا بحرف اي زين تكست. انا راح اسوي الطريقه هذه، راح اجيب لي كل الكلمات اللي بحرف اي، ولكن لو جيت حطيت علامه اللي هي الكارت هنا اللي هي شيفت مع 6 راح يجيب لي فقط الكلمه اللي تبدا بحرف الاي اللي هي ابل زين. نفس الحكايه لو عندنا مثلا زي كلمه فلاج اوكي، ممكن تحط علامه حرف جي مع علامه الدولار بالنهايه اوكي، راح يجيب لك الكلمه اللي تنتهي بحرف الجي. لاحظ ان جابنا فلاج فقط اوكي. اوكي هذه هي طريقة انه كيف اقدر ابحث بالبداية وبالنهاية اوكي، شيء جدا جدا بسيط. طيب احنا ممكن نمدد الموضوع شوي ونستخدم معه الاي جريب، ممكن نستخدم جريب اي، طبعا ممكن نستخدم هذه ممكن نستخدم جريب بشكل مباشر عفوا اي جريب زين، ما في فرق بينهم طبعا، فيه فروقات معينة ولكن الفرق بين هذه وذي حاليا ما في فرق. طيب طيب انا حاب ابني ابحث عن كلمة اوكي فيها حرف مثلا بي بي مع بعض، يجي بي بي مع بعض، طبعا احنا نعرف زي كلمة ابل اوكي، فابل بيجي معها دبل بي اوكي. انا سويت جريب مثلا بي تكست اوكي راح يجيب لي ابل عادي زين، لكن خلونا نضيف كلمة ثانية زي مثلا نانو تكست، نضيف كلمة زي مثلا تحت هنا اكتب مثلا بات زين، ثم اجي اسوي جريب بي تكست زين، هو راح يجيب لك اي كلمة فيها بي. لا انا ما ابغى اجيب اي كلمة فيها بي، انا ابغى اجيب كلمة فيها دبل بي
كيف اقدر اسوي الطريقه هذه؟ بكل بساطه تقدر تكتب grip اي وبعدين تكتب بي بالشكل هذا ثم تحط براك كيرلي براكت ثم تكتب 2. هنا وش بيسوي؟ هنا بيقول لك ابحث لي عن بي مرتين، كلمه حرف بي مرتين داخل هذا الملف. لما نحصل كلمه فيها بي مرتين راح يجيب لك اياها. هذه الفائده من اللي هي الدبل بي. طبعا مفيده جدا اذا كان ببالك اصلا سترينج معينه تبحث عنه. زين، طيب في طريقه ثانيه تقدر تبحث عن طريق مثلا سلسله نصيه. فلو جيت كتبت مثلا grip a text بشكل عادي جاب لنا كل اللي بين بي، لكن انا ابغى ابحث عن كلمه فيها مثلا ag، اوكي ما ابغى يجيب لي كل الحروف الاي. طبعا ag اللي عندنا حاليا flag فقط، فممكن اسوي الطريقه هذه. عفوا الا صح زايد جي هنا واحد اوف ايش دعوه. ايه صح علامه تنصيص، جيد. طبعا لازم نحط علامه تنصيص عشان اللي هو الباك سلاش. زين، طيب شو هو هنا؟ راح بحث عن كلمه فيها اي وجي جنب بعض. زين، انا ممكن ابحث بطريقه ثانيه نقول له جيب لي كلمه فيها مثلا بي اي جنب بعض، اوكي فراح يجيب لي بات. زين زين، هذه الطريقه حقت طبعا مبدئيا، ولكن ترى الريجكس كبير جدا، فانا اعطيك فقط مبدا. طيب ممكنك تجرب تستخدم الريجكس لانشاء سلاسل نصيه. تكتب ايكو، طبعا هنجرب نسوي ايكو اي بي سي دي اي اف. زين، لاحظ انه انشأنا السلسله هذه. زين، لاحظ معي الحين انه ممكن استخدم ريجكس هنا واحط نقطتين. زين، راح ينشئ لي نفس اللي كان قبل شوي. ايش معنى نقطتين؟ معناته من الى، من اي الى اف. زين، طيب انا ممكن استخدم برضو حاجه ثانيه للانشاء، ممكن استخدم مثلا ارقام من 1 إلى 11، راح ينشئ لي من 1 إلى 11، ممكن انشئ من 11 عفوا الين 21. زين، راح ينشئ لي من 11 إلى 21. طبعا هو لانه ريجكس فانت ممكن تمخبخبه على كيفك، يعني هي مو واقفه على كذا. ممكن تستخدم اي، لاحظ انه انشئ لي سلسله نصيه بالشكل التالي. زين، هذه هي طريقة اللي هي الإنشاء النصي. طبعا كبيرة، ممكن نستخدم برضو زي ما قلت لك بأشياء أكثر من هذه. طيب هذه طريقة اللي هو، طبعا في حاجة نهائية بالريجكس الخاص باللينكس، أوكي العلامة هذه، العلامة هذه معناتها اللي هو الهوم دايركتوري. زين، فلاحظ إنه الهوم دايركتوري عندي أنا اللي هو هوم عبد المجيب، فهذه العلامة معناتها اللي هي مجلد الهوم الخاص بي. فلو جيت سويت هوم بالشكل هذا راح ينقلني بشكل مباشر إلى اللي هو مجلد الهوم الخاص بي. زين، لو جيت دخلت هنا مثلا زين، الان موجود على الروت. زين، الروت اللي هو خاص بالروت حقي. زين، لو جيت سويت مثلا بي دبليو دي راح يقول لك انه موجود على الروت. لاحظ لو جيت سويت برضه مره ثانيه راح يجيكم وين موجود، بيكون موجود على الروت. ولكن ممكن تسوي الطريقه هذه تكتب عبد المجيب راح يوديك تلقائيا على مجلد المنزل الخاص بالمستخدم هذا، اوكي بي دبليو دي. طبعا انتم عارفين انه مجلد المنزل مو بشرط يكون مشابه لاسم المستخدم، ترى احيانا تقدر خلال انشاء عمليه المستخدم اللي هو اليوزر اد، اوكي تحط له دايركتوري مختلف. زين، غير اللي هو الدايركتوري الافتراضي. خلصنا درس اليوم، نعيد بسرعه. الريجكس عباره عن سلاسل نصيه او فلتر معين تقدر تفلتر به سلاسل نصيه، اوكي ممكن تنشئ به، ممكن انك تستخدمه للبحث عن سلسله او عن كلمات متشابهه او عن اي شيء براسك تبحث عنه. إذا أنت حاب تتعمق أكثر وتبحث كلمات أكبر وسلسلة طويلة، ممكن تستخدم في ملف موجود هنا سوينا كات يوزر شير دكت، أوكي غالبا هنا بيكون فيه ملف زي هذا، أو ممكن عندك يكون ملف اسمه ووردز، أوكي هذا مليان كلمات، أوكي من إلى. فأنت ممكن تبدأ تبحث وتلعب هنا بحيث إنه يكون عندك كل شيء واضح. فممكن تبحث عن كلمة تكتب جريب مثلا، مثلا خلونا نبحث عن أوكي أي تاب يجي بعده مثلا سي، اوكي داخل هذا اللي هو اليوزر شير دكت، اوكي فالحين راح يجيب لنا اي كلمه فيها اي جنب سي زي ما انتم شايفين. طيب بالمناسبه انت تقدر تحشر وحشر وتخليه ما يبحث الا باشياء دقيقه جدا اذا تعلمت الريجكس بشكل صحيح. ابحث عن ريجكس بالجوجل، حصل مواقع متخصصه بالريجكس. الريجكس مو بيستخدم فقط بالشل، يستخدم ايضا بلغات البرمجه الثانيه. اشوفكم ان شاء الله على خير، في امان الله.